وكفى وسلام العباد الذين اصطفى. ربنا الهمنا رشدنا واتنا تقوانا وزكي أنفسنا أنت خير من زكى آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان والعدوان. قلنا لكم يا ناس أنتم قاعدين ماشيين بالعمى والسمع، قلنا لكم يا سياسيين يا دبلوماسيين طريق أنتم فيه طريق مش يؤدي إلى كارثة عالمية، لأنه ما تلزموش تحلوا مشكلكم معنا، لأنه مشكلكم مع الله، وأنتم رديتوا روحكم أبناء الله وأحباؤه، إذا أنتم على حق ونحن على باطل، ولهذا يولي شرعا تحاربونا وتقضيوا علينا وتبيدونا، هذا رأيكم. لكن القرآن يقول عكس ذلك، أعلى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى واضربوا منهم كل بدن وكذا، ولما أعجبتموهم أعطيهم العز، أعلى أنا أصحاب فرص تجينا فرصة باش نفوروكم ونفوروكم، هذا شيء ثابت، ونش من احنا الجبل ما يمشيش معانا، أعلى نصوم دي جون إيمينيزي كونتر توت بور توت بانيك توت ديلي، والحمد لله رب العالمين.